محمل البحرين. في البحرين ترسم عالما نشوان من نور وماء يجتثنا ويطير فينا في الفضاء. محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع. محمل البحرين. الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد. محمل البحرين. إخراج جمال القائد. أيها المستمعون الأعزاء، طاقم محمل البحرين يهديكم أجمل تحية ويدعوكم للإبحار معه إلى لجة الذاكرة البحرينية المعبأة بشتى صنوف الذكريات التي شكلت في مجملها تراث هذا الشعب المفطور على الحب والوفاء وطيب المعشر والمجتهد منذ بواكير الأيام في صياغة تاريخ ناصع بالمواقف الرصينة ومجلل بالتضحية والبذل من أجل أن تكون تلك الأيام من أيام زمان مضى بحلوه ومره أرشيف ذاكرة للأجيال التالية في الأيام اللاحقة، وما يتلوها من أيام نتطلع إلى أن تكون هي الأيام الأجمل التي نمني النفس جميعا بالعيش في رحابة يسرها وجمالها ورغد أجوائها. في اللقاء السابق كنا قد تحدثنا من على سطح محمل البحرين عن البحرين، وهي تشهد أكبر وأعنف حرب كونية عرفها العالم، الحرب العالمية الثانية التي أقدح شرارتها الزعيم الألماني أدولف هتلر في الأيام الأولى من خريف عام 1939 للميلاد، عندما دفع بجيوشه الجرارة الضخمة لاحتلال بولندا، فاتحا على إثره أبواب الجحيم على العالم الذي استفردت به حالة الطوارئ القصوى وهدير الطائرات المكنوزة بقذائف الموت والدبابات والبوارج والمدافع المدججة بكل ما بمقدوره الفتك بظواهر الحضارة الحديثة وبالقرى والمدن والبلدات والزرع والضرع، وقبل كل ذلك وبعده الإنسان. الإنسان القيمة الأجمل والأروع والأغلى في الحياة. الإنسان الذي وجد فجأة أن الحرب قد أحالت اليابس والأخضر إلى لوحة سريالية رديئة الألوان والتكوين، تتجسد أمام ناظريه وتطارد خصوصية أحلامه المؤجلة، وتعد عليه أيام حياته يوما بيوم في مدى زمن طال إلى ستة أعوام،
هو الزمن الرسمي للحرب العالمية الثانية التي بقدر ما كدسته سنواتها الست من ركام الرمل والحجارة وخردة الحديد والأخاديد والحفر العميقة البليغة في أديم الأرض المذكولة، إلا أن مرتكبوها لم يشبع سادية غرورهم ذلك، بل سعوا بمعية سبق الأسرار والترصد المتعمد فيما نؤمن ونثق إلى زهق 50 مليون روح هي الآن تحت أديم الأرض التي افترسوها طعاما لغطرستهم وبشاعة جوعهم المستحر. لكن من هو هذا الهتلر الفهرر الذي نحى العواطف والحب والغيرة على الجنس البشري جانبا وانصاع لرغبات وأوامر الشيطان القابع في داخله؟ بماذا يمكن وصف رجل قادته قدرته الشيطانية من فوضوي يرسم بطاقات المعايدة بين فقراء فيينا لحاكم مطلق للشعب الألماني الذي كان يعد على أيام ذلك الرجل 80 مليون فرد، وليحكم كامل أوروبا بعد حرب شائنة دامت 6 أعوام متواصلة؟ بل بماذا يمكن وصف ذلك الرجل الذي أدت سيرته لموت أكثر من 50 مليون إنسان وتخريب آلاف المدن والقرى، وحتى بعد هذا البعد الزمني بين فعلته واليوم الذي نحن فيه لا يمكن إدراك حجم جرائمه ومدى المصائب التي سببها للشعوب وعمق الانحطاط والحيوانية التي قاد آخرين من شاكلته إليها؟ هو أدولف هتلر، مستبد ألماني، ولد في عام 1889 للميلاد وتوفي منتحرا في عام 1945 للميلاد. حكم ألمانيا حكما استبداديا مطلقا منذ عام 1933 للميلاد حتى لحظة انتحاره مهزوما في الحرب في عام 1945 للميلاد. كان ابن موظف جمارك النمساوي، شارك في الحرب العالمية الأولى حيث حارب في فرنسا وتبجح بالشجاعة فيها، وكان بعد تراجع القوات الألمانية النمساوية أحد الرجال الكثيرين العاطلين عن العمل الكئيبين الذين داروا ألمانيا متسائلين عما سيحل بأمتهم التي كانت عظيمة يوما ما. تولد لديه اعتقاد بأن تلك الهزيمة التي تعرضت لها القوات الألمانية النمساوية لم تكن بسبب فشل الحس العسكري، بل نتيجة لطعنة في الخلف من الوطن، من داخل الوطن، حيث فسد الساسة الذين كانوا يحكمون ألمانيا في ذلك الوقت بالشيوعية واليهودية. ولثبات ذلك الاعتقاد في قرارة نفسه أسس حزبا سياسيا دعي حزب العمل الوطني الاشتراكي الألماني، واختصارا له كثف في كلمة واحدة هي نازي، ليثأر من خلاله من الهزيمة ويعيد عظمة ألمانيا. حينها اكتشف مواهبه وقدرته الاستبدادية ومقدرته في جمع الأهداف المتناقضة في كلمات بسيطة بقوة شيطانية، وأن يطوع الرجال حسب رغبته فرادى وجماعات. نما الحزب، لكنه هزم عندما حاول أول مرة تسلم زمام السلطة. لكن بتفاقم مشاكل ألمانيا الاقتصادية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 10 ملايين واتته الفرصة، فشق طريقه كالنمر إلى القمة، وذلك بإعطاء حلول عملية قامت على الترهيب والطاعة العمياء دون نقاش لمشيئته. بعد أن تمكن من تحقيق ذلك أجبر الرئيس الهرم هايدنبرغ لأن يعينه مستشارا في عام 1933 للميلاد، حيث لم يكن هناك أحد قادر على فعل أي شيء لألمانيا.
مات هايدنبرغ في السنة التالية، فجمع أدولف هتلر في يده وتحت سلطته الرئاسة والمستشارية، ودعا نفسه الفهرر أي القائد، وتلك في الحقيقة كلمة أخرى تحمل معنى الفردية المطلقة في الحكم. عمل هتلر بعد هذا للسيطرة السياسية على الأمم الأخرى، وعندما فشل بهذا قام بالاحتلال العسكري، فحكم في عام 1942 للميلاد كل أوروبا وملايين الأميال المربعة من روسيا، وهذا ما جعله في حالة حرب مع بريطانيا والولايات المتحدة. عملت تلك القوى مجتمعة بالإضافة لروسيا وقوى أخرى على تدمير آلة الحرب النازية الضخمة الشرسة في عام 1945 للميلاد، فعندما كانت القذائف الروسية تتساقط على بناء المستشارية الألمانية في برلين التي كان هتلر يدير في أقبيتها المشاهد الأخيرة من الحرب العالمية الثانية الخاسرة، قام بإنهاء حياته منتحرا بطلقة من مسدسه فتتت صدغيه وهشمت جمجمته العنيدة. كان ذلك الرجل العجيب الذي جلب بؤسا للعالم أكثر من أي إنسان قبله، بل ربما بعده كما ذكرنا، نباتيا يحب الأطفال ويعتني بالحيوانات، لم يدخن قط وبقي مخلصا لعشيقته حتى النهاية، وهي العشيقة التي أرداها قتيلة بطلقة من مسدسه قبل أن يدير فوهته بعد لحظات من ذلك إلى رأسه ليطلق رصاصة النهاية في الأيام الأخيرة من شهر أبريل نيسان من عام 1945 للميلاد. وجدنا من حق مستمعينا علينا التعريف بالرجل الذي أوقد ثقاب الحرب العالمية الثانية وأذكى اللهيبة ليصير جحيما لا يطاق، ولأنه ربما لم يكن قد دار في بال هتلر وهو يدفع جيوشه معلنا قيام الحرب، لم يكن يعلم أن شظاياها ومناخها العام القاتل سيصل في أثناء الست سنوات مدة الحرب إلى أحدى الجزر الصغيرة المتناثرة في وسط الخليج العربي. فعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للحرب التي امتدت لتشمل قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن احتمالات وصولها أو حتى اقترابها من الجزر الصغيرة المتناثرة في الخليج العربي تحت اسم جزر البحرين لم تكن واردة على الإطلاق، لكن استمرار تصاعد أدخنة المدافع في أوروبا كلها جعل سكان البحرين القليلين تسكم أنوفهم تلك الرائحة، بل وتدعهم يسمعون بوضوح أزيز الطائرات القادمة تقصف مصفات نفطهم في عقر دارهم، وتلك حكاية قد أتينا على كل تفاصيلها فيما مر بنا من لقاءات على سطح محمل البحرين. لكن الذي لم تتهيأ لنا فرصة البوح به من أسرار الذاكرة الشعبية الجمعية وتاريخ الأحداث التي عاشتها البحرين إبان فوضى الحرب العالمية الثانية هو الحدث الذي وثقه الكاتب الأستاذ خالد البسام في كتابه الذي يحمل عنوان تلك الأيام عن البحرين وهي تدخل الحرب العالمية الثانية بمدفع رمضان. إليكم الحكاية بعد طلقات المدفع الرمضاني. في الساعات الأولى
من صباح يوم 19 من شهر أكتوبر لعام 1940 للميلاد، يفاجأ عبد العزيز عبد الغفار العامل في مصنع تكرير النفط بأصوات بعيدة لطائرات قادمة نحو المصنع. وفي خلال دقائق قليلة ظهرت في سماء المصنع 3 طائرات، بدت وكأنها بتسليط أضوائها على الأرض تبحث عن هدف. وبينما كان العامل يتصل بالمسؤول في شركة النفط ليخبره عن تحليق الطائرات، راحت الطائرات تسقط قنابلها البالغة 92 قنبلة على مقربة من المصنع، لتحدث عدداً من الانفجارات ارتجت لها المنطقة كلها. وتراكض العمال في المصنع خائفين يبحثون عن مخبأ لهم، وتساقط زجاج النوافذ والأبواب في كل مكان. في اليوم التالي لم يحضر غالبية العمال إلى المصنع، بل بقوا في بيوتهم يحكون على الناس الحكاية التي حدثت لهم. بسرعة انتشرت الأخبار والشائعات بين الناس في كل أنحاء البحرين. بعضها تحدثت عن اشتراك البحرين في الحرب العالمية الثانية، وبعضها الآخر لعنت الشيطان الذي عبث بعقول الناس وجعلهم يتحدثون عن وجود طائرات في السماء. وتحدثت أخبار أخرى عن عزم إيطاليا ضرب البحرين كلها لولا أنها احترمت حرمة شهر رمضان. وامتدت حبال خيال الناس وحكاياتهم عن الطائرات، حتى سمع بعضهم في الليل إذاعة باري من إيطاليا تقول: البحرين تحترق، لقد استطاعت وحدة من سلاح الجو الإيطالي أن تضرب أماكن إمدادات البترول في البحرين والتابعة للأسطول البريطاني في منطقة الخليج وشرق آسيا، والتي تعتبر من أهم مراكز الإمدادات البترولية لقوات الحلفاء في تلك المنطقة. كان من المفروض أن توقف نشرات الأخبار في لندن والقاهرة وإيطاليا من انتشار الشائعات، أو على الأقل لتحد من خوف الناس، لكن الذي حدث هو العكس، حيث زاد التهافت على المواد التموينية وقل خروج الناس من منازلهم في الليل. لكن صدور جريدة البحرين بعد 4 أيام من القصف وكتابتها في الصفحة الأولى عن حكاية الطائرات ساهم نوعا ما في تهدئة الشائعات، حيث روت الجريدة هذا الخبر: في الصباح الباكر من يوم السبت قبيل بزوغ الفجر، شار عمال محل التصفية بفرقعة ليست بعيدة، فظنوها في أول الأمر مدفع الإمساك، ولكن بعضهم كان قد رأى وميض الانفجار على بعد نحو نصف ميل في البر القفر، فأبلغوا رؤساءهم من الأمريكان الذين كان بعضهم قد سمع الفرقعة. وبعد التحقيق وجد أن طائرة أو أكثر قد ألقت نحو 40 قنبلة مكونة من 4 وحدات، في كل وحدة 10 قنابل لم تنفجر منها وحدتان، ولم تسبب هذه القنابل ضررا يذكر. أما الطائرة أو الطائرات فلم يرها أغلب الناس هناك، وزعم بعضهم أنه رآها فكذبه آخرون مدعين أنهم إنما رأوا النجوم. وقد عجب الناس كيف أن هذه الطائرات تقطع مسافة 4500 كيلومتر على رواية برلين و350 كيلومتر على رواية روما، فلا تكاد تصل حتى يستولي عليها الرعب والهلع، فتقذف بقنابلها على غير هدى
وهي في كبد السماء، مع أنها لمجيئها على غير انتظار لم تقاوم قطعا، لكن في الأمر سر. أغرق الكثيرون في الضحك لما عرفوا ذلك هو مصادفة وصولها مع إطلاق مدفعي المنامة والمحرق للإمساك. ويظهر أنها سمعت دويهما وأبصرت اشتعال البارود منهما، فولت الأدبار هاربة لا تلوي على شيء. لكن خلفيات الحادثة التي لم تذكرها جريدة البحرين ترجع إلى أن مصفات البحرين كانت مركزا استراتيجيا هاما لإمدادات الأسطول الملكي البريطاني بالبترول، خاصة بعد تصاعد حدة الحرب. فبفضل تلك الإمدادات كانت رحلات البحرية البريطانية تجوب سواحل البحر الأحمر وتتابع رحلاتها حتى الشرق الأقصى إلى سنغافورة. من هنا جاءت دوافع قصف مصفات بترول البحرين، كما يشير المؤرخ البريطاني كيفن باتيانس في أحدى كتبه، لكي تقف الإمدادات البترولية وتنقطع عن الأسطول البريطاني. لقد أسندت هذه المهمة للطيران الإيطالي ليقوم بها نيابة عن دول المحور، وبالفعل قدمت قيادة أركان حرب القوات الجوية الإيطالية للدكتاتور بنيتو موسوليني، قدمت له تفاصيل خطة حربية تستهدف قصف مصفات بترول البحرين. فتباحث موسوليني مع الكابتن باولو موسوي، وهو أحد القادة المشهورين في سلاح الجو الإيطالي. أشاد موسوليني بتفاصيل الخطة وأمر بالإسراع في تنفيذها على الفور، وتم بعد ذلك استدعاء الميجر طيار إيتوري موتي، وأوكل إليه مهام قيادة السرب الذي يتكون من 4 قاذفات، على أن يكون طاقم كل طائرة مكونا من 3 عسكريين. وتم اختيار القاذفات سافويا مارغيتي M82، وهي طائرات قاذفة ذات 3 مراوح، وتتمتع بالقدرة على الطيران لمسافات بعيدة وفي أجواء مرتفعة. وبدأت الرحلة إلى البحرين. في حوالي 5:10 بعد ظهر يوم 18 من شهر أكتوبر عام 1940 للميلاد، أقلعت الطائرات الإيطالية من مطار جزيرة رودس، وارتفعت الطائرات عابرة البحر الأبيض المتوسط نحو الساحل السوري، وكل منها تزن حوالي 8 أطنان. عند وصول الطائرات إلى ساحل سوريا انعدمت الرؤية، الأمر الذي جعل إحدى الطائرات تضل طريقها، وتم الاتصال معها لاسلكيا لتعديل مسارها، إلا أن الاتصال لم يستمر طويلا. عندها أمر قائد السرب بتغيير خطة السير لسوء الرؤية الجوية، فطار السرب محاذيا لساحل الخليج مرورا على الأجواء الكويتية ثم السعودية، متجها جنوبا نحو البحرين. عند وصول السرب إلى المنطقة الشمالية من جزيرة البحرين كانت الساعة تشير إلى 8:20 من صباح يوم 19 من شهر أكتوبر من عام 1940 للميلاد. في لحظة وصولها وجدت الطائرات أن الإشارات الضوئية لمطار المحرق مضاءة، وكان ذلك بمثابة دهشة لقائد السرب، على اعتبار أن في حالات الحرب لا يمكن أن تترك الإشارات مضاءة في المناطق الاستراتيجية. لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة طريقها، حيث اتجهت إلى الجنوب وأفرغت ما في جوفها من قنابل بلغ عددها 92 قنبلة. لكن الغريب أن جميعها ألقيت بعيدا عن المصفاة، أي في المناطق الرملية المحيطة بها. والذي يثير الغرابة أكثر على رأي المؤرخ البريطاني أن الطيارين قد حسبوا
أن اللهيب المنبعث من بعض الغازات الفائضة، وهي دائما ما تكون حول آبار البترول، بأنها الموقع الرئيسي للمصفاة. لذلك كانت جميع الأهداف حول مناطق اللهيب المجاورة للمصفاة، وجزء من القنابل انفجر في الصحراء، وبعض منها عددها 5 قنابل اكتشفت بعد الحرب. فشلت الغارة ولم تحقق نتائجها، ولكن هل هدأت البحرين بعد فشلها؟ الإجابة ليس بعد. فجريدة البحرين، أحد المصادر الإخبارية القليلة آنذاك، تنشر أخبارا عن ردود الفعل الناتجة من وضع البحرين تحت طائلة حرب تدور روحها على بعد آلاف الكيلومترات عن موقعها الآمن في الخليج العربي، واستهدافها بقصف الطائرات الإيطالية المشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات هتلر، وذلك بالخبر الصحفي الذي مفاده: وصلت إلى صاحب العظمة شيخ حمد جملة برقيات من عدة أعظم تعبر عن اشمئزازها من عدوان إيطاليا الجوي على أراضي البحرين، بالرغم من أن الإمارة ليست في حالة حرب مع الطليان. جعفر الصالح يعبر عن الغضب العام في مقال تبرزه الجريدة في صفحتها الأولى، يقول فيه: هذا ولم يقف الطغيان عند حد معلوم، بل جره لص الطليان إلى ما وراء البحار. فهذه البحرين، البلد العربي المسلم المشبع بروح التقوى والإيمان، والمنزوي عن تقلبات العالم وحركاته منذ خلق الله البسيطة، قد تطاولت له يد اللص موسوليني في ليلة من شهر رمضان المكرم، فانتهك حرمته وأمطرته طائراته بوابل من القنابل الفاشلة دون أن يراعي حرمة هذا الشهر المقدس وما له من منزلة في نفوس المسلمين. على الرغم من أن شركة النفط بابكو اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية بعد الغارة، شملت بناء بعض الحوائط حول المصفاة لمنع الشظايا الطائرة من إصابة أهدافها، كذلك أقيمت بعض منصات المدافع المضادة للطائرات، وأقيمت أيضا بعض حوائط الطوب حول صهاريج البترول، كما قامت السلطات البريطانية في البحرين علاوة على ذلك بمحاولات كثيرة هدفت من ورائها تبديد قلق الناس ووقف مسلسلات الأخبار والشائعات المستمرة. إلا أن كل ذلك لم ينفع، حيث تضطر جريدة البحرين إلى نشر خبر بعنوان الطائرات الإيطالية في 7 نوفمبر من عام 1940. الخبر يقول: علمنا من مصادر رسمية أن لا صحة لما أشيع من أن بعض الطائرات الإيطالية قد حلقت في سماء البحرين بعد المرة التي جرت في منتصف رمضان والتي صحبها الإخفاق التام. ورغم ذلك أيضا فالقلق يسيطر على الجميع، والكل ينتظر عودة الطائرات الإيطالية، فمن يضمن عدم رجوعها والحرب لم تنتهي بعد؟ فرضت الحرب نفسها بقوة على البحرين. عندها لم تجد الحكومة نفسها في 26 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد،
لم تجد بدًا من أن تصدر إعلانًا تقول فيه: بما أن الحكومة أسست لجنة ضد الغارات الجوية، فهي تدعو كل من يحب المساعدة ليرشد ويلفت نظر سكنة فريقه في المنامة والمحرق للوقاية من الغارات الجوية حسب التعليم التي تصدرها الحكومة واللجنة. ونود في هذا أن نلفت نظر واهتمام الجميع إلى التعليمات التالية: حين حدوث غارة جوية، نوصي الأشخاص الذين يسكنون في بيوت محكمة البناء أن يبقوا داخل بيوتهم في الطبقة السفلى، أما الذين يسكنون بيوتا قديمة أو بيوتا من سعف في هاتين المدينتين فقط يجب عليهم أن يلتجئوا إلى الخنادق. انتهت الحرب واضعة أوزارها، إنها الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات، انتهت بنهاية وهزيمة من فجرها في البداية أدولف هتلر. وبعد 3 سنوات على انتهاء الحرب، صدق الناس الطيبون في البحرين، ربما كل الناس، حكاية الغارة الجوية على بلدهم، فأوقفوا شائعاتهم وحكاياتهم عنها، ثم راحوا يروونها لغيرهم ممن لم يشهد حدوثها من الأجيال اللاحقة كما حدثت فعلا. وربما ذلك هو قدر البحرين وناسها الذين يمثلون ذاكرة تاريخها الحافل بالأحداث في متتاليات العصور والدهور منذ 5000 عام، حين استوت ونضجت على ترابها حضارة دلمون والحضارات والعصور اللاحقة لأوال وتايلوس وأرادوس وما قبل الإسلام في الجاهلية، وصولات وجولات الشاعر المبدع الفذ عابر الأبد الصامت طرف ابن العبد، انعطافا إلى الإسلام ورسالة الرسول الأعظم إلى عاملها، حاملة الدعوة للدخول في الدين الجديد، ثم توقفا عند القرامطة والخوارج وصناديد الغوص على اللآلئ في قيعان بحرها الزاخر بالمحارات الحبلى بأجود ما تزينت به جيدان ومعاصم حسناوات الدنيا. إنها البحرين الطالعة كالنخلة الباسقة المثمرة، رطبا مكتنزا بحلاوة ركزها في لبه امتزاج المياه العذبة المتفجرة من ينابيع البحرين بملح ماء بحرها الذي يتهادى على سطحه المصقول العاكس لما في سمائه من شموس ونجوم. محمل البحرين الذي ما زال فاردا أشرعته وناصبا قلوعه وممسدا حباله ورافعا مرساته في نية الإبحار قدما لهتك أسرار ليل البنادر وأيامه المعبأة بالذكريات لزمن بحريني ما زال ماثلا.
بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.